أدنى درجات الفساد المتصاعد لمصلحة الجمارك الليبية التي سلط الضوء عن غموضها تقرير هيئة الرقابة الإدارية تبدأ من إلغاء قرارات صادرة من وزارة المالية والمجلس الرئاسي بشأن إنهاء خدمة موظفين وإحالة بعضهم إلى التقاعد وإرجاعهم إلى العمل والتمديد لهم بتعديل أعمارهم بالمخالفة، إضافة إلى إصدار قرارات ترقية لضباط وموظفين محالين إلى مجالس تأديب. كما كشف التقرير عن إصدار قرارات ترقية الرتب العليا بمصلحة الجمارك بالمخالفة أيضا. ووفقا للتقرير، تعاقدت مصلحة الجمارك مع شركة أركان العالمية لتوريد عدد من السيارات بقيمة 2,492,000 دينار بالمخالفة، وصرف مبالغ مالية لمدير المصلحة ووفده المرافق له في مهمة عمل إلى جمهورية مصر بقيمة 30,000 دينار دون إصدار قرار أو تكليف من وزارة المالية. تتصاعد درجات فساد مصلحة الجمارك وفقا لتقرير الهيئة بفتح اعتمادات مستندية بقيمة 10 مليون دينار لصالح عدد من الشركات بالمخالفة لأحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن. نهب مليارات من الأموال لا حصر لها من ميزانية الدولة، حيث أزال تقرير لهيئة الرقابة الغموض عنها بفضح الإدارات الفاسدة لمعظم مؤسسات الدولة بما يخالف اللوائح المنظمة للميزانية ودون معرفة المصير والأيدي التي تنتهي إليها هذه الأموال. محمود الشريف لقناة ليبيا الحدث.